شو رأيك بهالكورونا الطالعة؟ ما اجي اتكلم مثلا وليكن عن رايي الشخصي في موضوع الكورونا ده، انا عملت حلقات كتيره جدا عن العدوى بشكل عام، وكنت بقول ان العدوى ديت هي سخونيه وتعب في الجسم كله وتكسير وتعب في الجسم كله، وهناك اعراض على حسب المكان. من ضمن هذه العدوى العدوى البكتيريه والعدوى الفيروسيه. العدوى البكتيريه يصاحبها صديق، اما العدوى الفيروسيه لا يصاحبها صديق. انا دلوقتي اتكلم في الكورونا اللي هي العدوى الفيروسيه اللي انت دلوقتي عايزه تاخدي رايي فيه. العدوى الفيروسيه لو جينا مثلا ليكن العدوى الفيروسيه دي قد تكون في الانفلونزا، قد يكون شويه برد دان في بتبقى فيروس. ممكن الكورونا من ضمن العدوى الفيروسيه. السارس القديم برضو نقدر نقول عليه ان هو عدوى فيروسي. اولا انت مثلا لو جالك برد او الانفلونزا ايه اللي بيحصل؟ ممكن ما تاخديش دواء خالص ويعدي من 3 ل 5 ايام والانفلونزا بتروح، مش ده اللي بيحصل؟ كذلك كوفيد 19 هو الخوف، بس في هو الخوف بس من الكورونا او كوفيد 19 في حاجه واحده، ان احنا يكون عندنا حد مناعته ضعيفه. طب ما هو ضعيف يموت، ممكن واحد يجي له ازمه صدريه يعني انفلونزا وبعد كده يحصل بعد كده، او مثلا واحد يجي له ازمه صدريه والمناعه بتاعته ضعيفه ويموت، لدرجه ان خلى الناس تخاف. الناس ما عادش بتموت من كورونا، الناس بتموت من خوفها من كورونا. فالحاله النفسيه لها دور كبير جدا في العلاج. فانا شايف ان هو مرض زي اي مرض. هنا في تركيا مثلا الناس بتاخد الدواء 3 ايام، تاخد الفاكسين 3 ايام وبيتم شفاها، بتعمل تحليله مره تانية وبيتم شفاها بشكل كلي يعني. فهو مرض زي باقي الامراض، الحمد لله رب العالمين بقى ليه علاج ويمكن علاجه ويمكن لكن الخوف على الناس الكبيره في السن، الناس اللي عندها اصلا تاريخ مرضي مثلا بازمات صدريه او تاريخ مرضي مثلا بمشاكل تنفسيه معينه.